بلا شك كما وعدنا في الجلسة السابقة بأنه سوف تكون هناك مفاجآت في هذه الجلسة. واليوم كما لاحظتم من خلال هذه الجلسة العلنية العمومية التي حضرتموها جميعا، اتضح بما لا يجعل مجال للشك من خلالنا على الأقل كدفاع من خلال المناقشة بأن الشركة المدعية لا تملك لا الصفة ولا الأهلية، والاعتبار أن النص المادة 1 من قانون المسطرة المدنية يقول بأن الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام، وأن المحكمة الموقرة يمكن أن تثيرها تلقائيا من تلقاء نفسها دون إثارتها من قبل أطراف الخصوم. وبالتالي فإن هذه الشركة يتضح بأنها من خلال شهادة ملكية المدلى بها من قبلها أنها شركة مساهمة، والحال أنه بالنموذج السبعة لهذه الشركة يتضح أن شركة ذات المسؤولية المحدودة استنادا للنص المادة 488 من القانون رقم 1795 بمثابة قانون شركة المساهمة الذي خرج إلى حيز التنفيذ سنة 1996، أقول أنه قال بأن على الشركات بعد مرور 3 سنوات أن تعدل من شكلها القانونية ليتلائمه القانون، وإلا فاعتبرت أنها يعني تحل هذه الشركة بقوة القانون. وبالتالي نحن نتكلم اليوم عن واحد شركة على الله فينا، هي شركة تحل بقوة القانون في 99، نتكلم عن واحد الشخص أسس واحد شركة في 48 ما ظهر له شي آثار، جاء واحد الشخص اللي ما عنده علاقة بهذه الشركة عطى واحد التصريح في 67، جاءوا أشخاص اجتمعوا وقالوا السلام عليكم وعليكم السلام، جلسوا مع بعضياتهم قالوا نعين نفسنا في المجلس الإداري، شكون عطى لكم هذه الصفة؟ قالوا نتنازل عن المجلس الإداري ونستقيل، وفي نفس الوقت قالوا بأننا نعين أنفسنا في المجلس الإداري ودخلونا هذا المجلس الإداري وأعطوا لنفسهم الأنصبة وأعطوا لنفسهم الحصص وقسموا الحصص. من أعطى لهم هذا الحق؟ ثم أن هذه الشركة المدعية اتضح في السيرورة الكرونولوجية للأحداث بأن لديها مقران، مقر هنا ومقر له، مقر له ومقر هنا، مقر له ومقر له، كيفاش هادشي الله أعلم؟ كيفاش هادشي؟ حنا نتساءل كيفاش هاد الموضوع هذا. وبالتالي هيئة الدفاع مشكورة تقدمت لجهات النيابة العامة المختصة بواحد الشكاية واللي أرفقناها بمذكرات جاوبنا بمرافعتنا كما عاينتم بهذه الجلسة الموقرة. أملنا كبير في القضاء الموقر أن يقول كلمته من خلال ما أدلينا به طبعا، وفي الآخر يبقى القضاء له الكلمة الفصل في هذا النزاع المعروض أمام هذه المحكمة الموقرة. هيئة الدفاع تقطع شكاية كما قلت داخل الجلسة، لم نريد أن نناقش كنه الشكاية، ولكن تقدمنا بالشكاية كمرفق بمذكرة جوابنا لاعتبار أن هناك قاعدة قانونية تقول بأن الجنائي يوقف المدني ويعقله، وبالتالي أيضا هناك قاعدة قانونية تقول بأنه من أدلى بحجة فهو قائل بها، بمعنى أن الشركة أدلت بوثيقتين قالت أين هو الصدور، وثيقتين حاسمتين وهما وثيقتين رسميتين، كان ضروري باش أننا نردوا وما خرقوش طبعا سريه البحث التمهيدي اللي باقي ما تجرى. طبعا نحن ماشي في سريه البحث التمهيدي، نحن امام يعني امن مكان وهو المحكمه الموقره والقضاء وسلطه القضاء ومحراب القضاء هو امن مكان، وبالتالي ترفع السريه امام القضاء. قلنا باننا نتقدم بهذه الشكايه موضوعها كيف تحولت الحصص الى هؤلاء الاشخاص، كيف اعتبروا نفسهم ممثلين قانونيين، من يرثهم، كيف يرثونهم، كيف تم تقسيم الحصص لواحد الشخص اللي هو غائب وعطاو هذيك النسبة وعطاو نفسهم بقية الحصص، واش تم تبليغ هذا الشخص، لم يتم تبليغه، مجموعة من الأمور، كيف انتقل هذا العقار إلى هذه الشركة، وهل هذه الشركة مؤسسة قانونيا أم لا، وكيف تأسس هذا الرسم العقاري، وهل هناك يعني معطيات داخل الرسم العقاري والأصل التجاري تفيد بأن هناك شبهة، حتى لا أدخل في موضوع الشكاية. وبالتالي فإن الشكاية أرفقناها بمجموعة من الوثائق، النيابة العامة المختصة ستقوم بواجبها في هذه الشكاية، وسوف نتتبع هذه الملفات إلى أن يقول القضاء كلمته سواء نيابة أو رئاسة.